الشباب اللي استشهدوا واللي جرحوا كانهم اولاده وكانهم اشقائه، وهو يعتبر المحافظه كانها مسقط راسه، كانها قريته، كانها بلدته. يعتبر المحافظه من المحافظات المواليه، من المحافظات المتقدمه في الولاء للنظام وفي الولاء لوحده القطر وسلامه القطر وامن واستقرار القطر. وهو فوجئ بما جرى وما حصل، كما فوجئنا نحن جميعا. المحافظة دائما سباقة للخير، دائما سباقة للعطاء، دائما سباقة لوحدة سوريا واستقرار سوريا وأمن سوريا. قررت تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة دوافع وأسباب ما جرى في المحافظة ومحاسبة المخطئ، وصدر بيان أذيع في وسائل الإعلام، والبيان يا أخوان واضح بمغازيه ومدلولاته. هو قال سنحاسب أيا يكن، مهما علي منصبه ومهما ارتفعت رتبته. الكلام واضح لا يحتاج إلى تفسير، وهو تقريبا أصبح بصورة مختصرة لمعاناتكم. وضعته بصورة مختصرة لمعاناتكم، ولكن هو يريد أن يستمع منكم مباشرة. هو قرر أيضا سيادته أن يوفد اليوم ممثلين له شخصيا للقيام بواجب العزاء لأهالي الشباب الذين استشهدوا، وهم المعالي وزير الإدارة المحلية ومعالي الأخ دكتور فيصل مقداد. كما أمر سيادته بموضوع إخلاء السجناء جميعا. اتصل معي سماحة الشيخ الأخ محمد ليلا، والشيخ رزق والإخوان والدكتور فاروق اتصلوا معي وطلبوا مني أن أنقل تمنياتهم لسيادة الرئيس بموضوع إخلاء الموقوفين، الأطفال الموقوفين في دمشق أو الموقوفين هنا في درعا، وأمر سيادته بإخلائهم فورا، وأعتقد أنهم أخلوا. سيادة الرئيس جايين عزيزون ونعزي الجواب رائع. أهلا وسهلا سيادة الرئيس على محبته لأهل درعا وإلكم شخصيا، كلفنا بهذه التعازي، وايضا يذكر لكم بانه تم افراج كل الموقفين اليوم.